متابعين متابعي طقس العرب في السعودية، أسعد الله صباحكم بكل خير. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث يسود الطقس صافي 33 درجة مئوية 30 المحسوسة، الرطوبة 10%، أما الرياح تكون معتدلة السرعة. انتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، تبوك 35 إلى 21 مع تريبو مثارس، كاكا 37 إلى 25، أما عرعر 37 إلى 23. بالنسبة للمنطقة الغربية نبدأ بمدينة جدة 36 إلى 22، مكة المكرمة 39 إلى 27، المدينة المنورة 40 إلى 24، الطائف 31 إلى 21. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية حيث تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، أبها زخاتر عديدة من الأمطار 27 إلى 18، جازان 36 إلى 30، ما أيضا زخاتر عديدة من الأمطار، أما الباحة 28 إلى 20. المنطقة الشرقية الإحساء 40 إلى 23، الدمام 37 إلى 25، حفر الباطن 38 إلى 27. أما بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 36 إلى 24، بريدة 38 إلى 26، أما حائل 35 إلى 25. تابعونا في نشرتنا اللاحقة، إلى اللقاء.